كثير. الحسام على كأس العرش، كأس العرش في كرة القدم داخل. والمجموعة تضم لاعبين دوليين، لاعبين مارسوا في عدة دول وحازوا على ألقاب متميزة شرفوا كرة القدم المغربية. قدكم سيدتي سادتي، برافو برافو صقر قدير. الحمد لله، احنا فرحانين بزاف على التتويج هذا ديال كاس العرش. كما تعرف هذه الكاس الغاليه، الحمد لله تمكنا نجيبوها لمدينه اكد ديال الفول الكره السوسيه. شحال من مره خسرنا في الفينال وخسرنا في الدومي فينال، ولكن هذه المره الحمد لله ساعدنا الحظ وربحنا. حنا فرحانين بزاف. مشكور حتى الناس اللي وقفوا على هذا التكريم اللي داروا لنا. ان شاء الله نعطيهم ان شاء الله من القدام مسيرتنا البطوله باذن الله. التكريم مازال كادير شي حاجه كبيره بالنسبه لنا. نبغي نشكروا جميع الناس اللي كانوا واقفين على هذا التكريم هذا. حنا فرحانين بزاف وان شاء الله باذن الله نجيبوا لهم كيسان اخرين باش نزيدوا نفرحهم باذن الله. فالحمد لله كما تعرف فريق صقر قادر فريق كبير ديما تنافس على الالقاب. ان شاء الله نقول لهم باننا نزيد لهم القاب اخرى ان شاء الله ونبث لهم احسن تمثيل ان شاء الله. الاستعداد ما نقدروش نهضروا عليه على موسم واحد، الاستعداد كنقول على مدى سنين طويله والصقر كتشتغل باش تحقق واحد الالقاب. السنين هذه وكنا شاركنا عده نصف نهائيات وكنا في مدينه العيون، كنا ما نجحناش باش نحققوا الرقم اللقب في النهايه، والحمد لله هاد الساعه هاد السنه اشتغلنا عليه وركزنا بزاف على 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 الكاس، والحمد لله تحققنا المراد ديالنا. الشعور ما نقدرش نقول لك على الشعور لا يوصف، والحمد لله باش كندخل واحد اللقب الغالي اللي هو كاس العرش للمدينه العزيزه عليك راه شي حاجه كبيره باش تفرح هاد الساكنه. وكان الحمد لله كانوا التهاني والتبريكات من جميع مكونات المدينه والساكنه ديالها. هذا شرف لنا كبير باش نكونوا حنا هذا الجيل اللي حققنا هذا الامتياز.